السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: اختفاء نحو 9000 عراقي منذ عام 2017 وسط تعتيم حكومي. قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات، كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. نكرر مرة أخرى: 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. وما ضل عندهم شيء. الناشدكم من باب الإنسانية، الناشدكم جلسة استثنائية. عوائل المعتقلين ما يستاهلون جلسة استثنائية. داعت العوائل الأمهات والأطفال، المعيل الواحد راحوا بالسجن، صار لهم 17 سنة من أيام الاحتلال، أخذوهم الأمريكان اعتبروهم مقاومين، وهسا أنتم تطالبون بخروج القوات الأمريكية. ما معقولة استلمتهم الحكومة العراقية وتحكم عليهم إعدام مؤبد، يعني والأبرياء نايمين بالسجن، شنو نبني احنا؟ الله أكبر، حسوا، احنا خواتكم، حسوا بمعاناتنا، أمهاتكم، أخواني، الناشدكم باسم الإنسانية، الناشدكم شقد أولادكم أنتم عزيزين عليكم، حسوا بمعاناة الأمهات. انظروا لحالنا. انظروا لحالنا، سيد الكاظم يشوف حال الأمهات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن اليوم الموضوع عن المغيبين في العراق. يعاني العراقيون من بطش الميليشيات والحكومة بقواتها المتنوعة، فيتنوع البطش بين قمع واعتقال وخطف وتعذيب وقتل في كثير من الأحيان. هذا الملف الذي كان دائما بعيدا عن طاولات المباحثات الحكومية والبرلمانية، ولأن العراق يعيش في ظل قانون غاب كما وصفه القاضي وائل عبد اللطيف، فإن غياب القانون وفساده هي أبرز العقبات التي تعيق الإفراج عن المغيبين في سجون الحكومة وميليشياتها السرية والعلنية. وتذكر منظمة هيومن رايتس ووتش في أحد تقاريرها أن هناك ما بين 250 ألفا إلى مليون شخص بين مغيب ومفقود ومعتقل، ويواجهون أقسى أنواع التعذيب والإهانة البشرية. نطرح هنا مشاهدينا الكرام مجموعة من الأسئلة، ننتظر مشاركاتكم للإجابة عليها. في السؤال الأول: ما مصير المغيبين والمخفيين في العراق على يد الحكومة وميليشياتها؟ ولماذا تتمسك حكومات ما بعد الاحتلال بمبدأ القمع والتغييب كنوع من التعامل مع المدنيين؟ وفي المقابل ماذا يملك العراقيون للتعامل مع سلطة قمعية تحميها ميليشيات وأحزاب طائفية فاسدة؟ هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام بإمكانكم أن تشاركوا للإجابة عليها من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها في هذه الحلقة. طبعا المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أكد أن العراق هو الأول عالميا من حيث عدد المغيبين قسريا على يد القوات الحكومية والميليشيات. أوضح المركز أن العمليات العسكرية ضد داعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى رافقتها عمليات تغييب لأكثر من 23 ألف شخص
من هذه المحافظات حيث لا يعرف مصيرهم إلى اليوم، على الرغم من وجود أشرطة مصورة تؤكد أن الميليشيات هي التي تختطفهم وغيبتهم لأسباب كثيرة، منها الانتقام الطائفي ومنها التغيير الديموغرافي وكذلك الابتزاز المالي. هذا بالنسبة للمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أما بالنسبة لصحيفة ميدل إيست مونيتور الأمريكية، قالت إن العراق سجل منذ عام 2017 اختفاء 8615 شخصا في العراق ولم يتم الكشف عن مصيرهم حتى الآن. يعني خلال 3 سنوات فقط نحو 9000 عراقي وفق ما وثقت هذه الصحيفة اختفوا في العراق دون معرفة مصيرهم ودون تحرك حكومي لمعرفة أين ذهبوا ومن الذي قام بإخفائهم. الصحيفة نقلت في تقريرها أو في تقرير لها عن عضو مفوضية حقوق الإنسان أنس أكرم قوله أن المختفين قسريا غالبا ما يتم احتجازهم في سجون منتشرة بأنحاء البلاد. وأضافت الصحيفة أن التقارير تشير إلى اختطاف المدنيين والنشطاء وغيرهم من المعارضين السلميين من قبل القوات الحكومية والميليشيات، حيث يتم احتجازهم في مراكز اعتقال سرية دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم. أشارت كذلك الصحيفة أن عددا من الناشطين تم إعدامهم سرا ودفنهم في مقابر جماعية ولم يتم إعطاء عائلاتهم أي معلومات عنهم. إذن مشاهدينا الكرام، الوضع في العراق خاصة ملف المعتقلين المغيبين هو ملف شائك للغاية ومعقد، ولا توجد سلطة من حكومات ما بعد الاحتلال استطاعت أن تنهي أزمة هذا الملف وأزمة المعتقلين القابعين في السجون الحكومية والميليشياوية. حتى هذه اللحظة وحتى مع قدوم مصطفى الكاظمي وكل هذه الوعود التي أطلقت، نرى السجون والمعتقلات في ازدياد مستمر، ازدياد المعتقلين فيها، خاصة في ظل الحملات التي تقوم بها الميليشيات والقوات الحكومية في المحافظات المنكوبة ومناطق حزام بغداد وكذلك أيضا في جنوب العراق، من حملات لاعتقال ناشطين متظاهرين وكذلك من حملات طائفية أو لغرض تغيير ديموغرافي في المحافظات المنكوبة على يد الميليشيات وكذلك قوات حكومية تنتمي أو تابعة لأحزاب سياسية موجودة في العراق. إذا المشاهدين الكرام، هذا الملف يستمر ولا يوجد تحرك حكومي، فما هو دور العراقيين في التصدي لمثل هكذا محاولات؟ ما الذي يملكه العراقيون للتعامل مع هذا النوع من العنف، هذا النوع من الإرهاب الذي يعيشون فيه في ظل دولة فاقدة للسيطرة تماما على الميليشيات، لا تستطيع أن تتحكم أو تسيطر أو تعاقب حتى أي ميليشيا موجودة في العراق، بل لا تستطيع حتى أن تفرض سيطرتها على أفرادها. هناك الكثير من التجاوزات في القوات الحكومية بكافة صنوفها ومختلف أنواع أو التوجهات أو الأقسام داخل هذه السلطة الحكومية، القوات، هناك تمرد، هناك فقدان للسيطرة من قبل السلطة. كيف ستتعامل الحكومة في هذا الملف؟ وهل هي أصلا لديها الرغبة بإنهاء أزمة المعتقلين والمخفيين والمغيبين في السجون الحكومية والميليشياوية؟ هذه أسئلة نطرحها. طبعا موضوع الاستقرار و الأمن في العراق، العراق الآن في المرتبة 161 من أصل 163 على مستوى العالم من حيث الاستقرار والأمن والسلام ضمن معهد الفكر الدولي للاقتصاد والسلام. طبعا هذا مقياس يؤكد أن الوضع الأمني في العراق هو وضع منهار تماما، وأن ما يحدث في العراق هو فقدان الدولة لسيطرتها على الأمن بشكل عام، على الملف الأمني، على قواتها وعلى الميليشيات، والنتيجة هي ارتفاع عدد المعتقلين بدون أوامر قضائية وكذلك المغيبين والمخفيين على يد الحكومة وميليشياتها. إذن مشاهدينا الكرام، ننتظر مشاركاتكم من خلال الأرقام التي تظهر أمام حضراتكم على الشاشة للإجابة على التساؤلات، وأيضا للمشاركة عبر الواتساب. الآن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود. نرجو من حضراتكم أن تشاركونا وتستمروا في متابعتنا، ابقوا معنا. Let's go!
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان قال إن العراق يصنف في المركز الأول عالميا من حيث عدد المغيبين قسريا على يد القوات الحكومية والميليشيات. هذه تأكيدات أيضا مشاهدينا الكرام على أن الوضع في العراق هو وضع كارثي، عندما تقول منظمة هيومان رايتس ووتش إن عدد المغيبين المخفيين والمعتقلين في العراق والمفقودين كذلك يقدر بربع مليون إلى مليون شخص. يعني هذه أرقام مخيفة، أرقام لا نعلم كيف يعني كيف يتعامل العالم أو كيف ينظر العالم إلى مثل هكذا قضية معنية بحقوق الإنسان وحقوق والحريات طبعا، وكيف أيضا نرى تعامل السلطة مع هذه الأزمة داخل السجون والمعتقلات، وكيف أيضا تتعامل مع المطالبات المستمرة من ذوي المعتقلين والعراقيين بشكل عام للإفراج وإطلاق قانون العفو العام ليشمل كل الأبرياء الموجودين في المعتقلات الحكومية والميليشياوية. معنا السيد رسول من الأنبار، تفضل يا رسول. نعم يا أستاذ عزيز. رسول نص صوت التلفزيون لو سمحت. سيد رسول. ايه. نص صوت التلفزيون للأخير لو سمحت. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا رسول. رسول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا رسول. استاذ عزيز، احنا عندنا مغيبين من منطقة الكسر. نعم. عندنا فقط مغيبين من منطقة الكسر. نعم. ولا كشمير. كم واحد؟ والله أبويا وعمي وجدي. ثلاثة. من شو وقت ما تعرفون وينهم؟ والله صار لي 4 سنين. 4 سنين. نعم. طيب منو اللي قام باخفائهم او اعتقالهم يا رسول؟ استاذ عزيز، منو اللي قام باعتقالهم او اخفائهم؟ تعرفون الجهه اللي اخذتهم؟ الشهادة. منو؟ السلام عليكم، شلونك استاذ العزيز؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا لك شيوخ عشائر جميله. منو يعني؟ لي شيخ رافع شيوخ عشائر جميله. والنعم. مرة عليك. احنا بالنسبة لنا انا من حشيتي وفخدي 45 زي ما رحم من حدا بعطيك العشايا الراحة. طيب. فقدت صار يوم 65 سنة خامسة. رحم على قوات الامنية في منطقة السجن. القوات الامنية هي اللي اخفتهم او اعتقلتهم. هم اعتقلتهم قوات الامنية. نعم. رحم على قوات الامنية بعد ماكو. نعم. وضلت لسه مثل اللي تحاول ما ساعت يعني. طيب تابعتوا هذا الموضوع قانونيا؟ ناس المحتبرية كلها ناس تبرية كلها احنا رحيان ظل محصورين هنا من قبل التنظيمات. سيد الكريم، سيد الكريم، صوتك غير واضح، انا ما افهم الكلام، ارجو يا تغير مكانك او تعاود الاتصال حتى افهم بس ايش تقول، لانه ما افهم شيء. تسمعني؟ اي بس الصوت ده يتقطع. انت تسمعني استاذ؟ طيب تفضل. اتفضل. قاعد اقول لك ناس والله محصورين من قبل تنظيم داعش الارهابي. ناس والله محصورين عندهم سلح، ناس سلح ورعيان. نعم. منطقه السكين وبن البقاش الصحراويه كلهم على قوات الامنيه وراحوا اليوم 5 سنين، اليوم اجل من خلال 5 سنين صار ماكو اي خبر ماكو. شنو التهمه اللي اخذتهم على اساسها القوات الامنيه؟ ما ادري، راح القوات الامنيه ضبط للتحرير. راح طيب انا اتمنى سيدي اذا تسمعني، اتمنى لان ما اعرف اسم حضرتك، فاتمنى اولا تغير مكانك، تعاود الاتصال بينا. اذا ما عندك القدره انه تتصل احنا حنخابرك، لان الصوت غير واضح تماما. انا حتى افهم الصوره او افهم الصوره الكامله والناس ايضا تسمع لازم صوتك يكون واضح، فارجو تغير مكانك الى مكان به شبكه افضل وتعاود الاتصال مره ثانيه حتى نسمع بشكل واضح. شكرا جزيلا. احمد من الموصل، تفضل يا احمد.
أحمد من الموصل، موجود أحمد؟ فقدنا الاتصال. السيد أبو طه من بغداد، تفضل يا أبو طه. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحية خاصة لك ولقناة الرافدين المجاهدة. الله يسلمك ويبارك بك أستاذ محمد. بالنسبة للمتغيبين، نعم، أنا دعت وياك وأعود بالله من كلمة ثانية. أنا إحنا 2014، نعم، تغيبوا عندنا 5 بالأنبار، نعم، ولحد الآن إحنا نعرف مصيرهم وين. زين، نعم، احتفلتهم القوات الأمنية. طيب، شنو التهمة؟ شنو التهمة اللي اعتقلتهم على أساسه؟ اجوهم ساعة بثنتين بالليل تحقيق. تحقيق. زين؟ اي. وذاك يوم وهذا يوم. ما خلينا باب ما تركناه. شنو هذا التحقيق اللي يقعد 6 سنوات؟ والله ما نعرف. يا دقينا اسمهم بالحاسبة بالمطار ماكو، بالتاجي ماكو. نعم. سجن الناصرية ماكو. زين؟ نعم. من اللي اخذهم؟ والله ما حد يعلم لحد هاي الساعة. زين؟ نعم. وخاطبنا ورحنا وخلينا ومحامين وطبوا للسجون. زين شنو انشقت القاع وبلعتهم؟ يعني انا اريد اسال يا سيد ابو طه سؤال لو سمحت. الجهة اللي اخذتهم ما عرفتوا منو بالبداية لما اجتي اخذتهم؟ هي القوات الأمنية. تمام، القوات الأمنية بها أصناف وأشكال، ما قدرتوا تعرفون من هي بالضبط حتى على الأقل. تفضل. قالوا إحنا القوات الأمنية. نعم. استفسار. زين، فالساعة ساعتين نرجحهم. نعم. ولهذا يومك. نعم. أنا أناشد الحكومة وأناشد مصطفى الكاظمي. زين، وين راحوا؟ يعني واحد يريد يفتهم هالأشخاص اللي راحوا للتحقيق. نعم. وين راحوا؟ اختفوا؟ انعدموا؟ اعطونا اياهم. نعم. موجودين؟ قولونا بفلان مكان. نعم. زين، نعم. شنو هصير زوجاتهم واطفالهم؟ نعم. وامهاتهم؟ زين؟ ولحد نعم. الان يعني اهاليتهم تعبت حيل تعبت. الله يكون وكل الله. نتيجه ما توصلنا. وريد نعرف شنو دور الحكومة. نعم. يعني درف الصخر رئيس على مستوى رئيس وزراء بيقدر يدخل لها؟ نعم. شنو القضية يعني؟ بس ريد نعرف هاي الحكومة شو قاعد تشتغل يعني بزمن النظام السابق. نعم. أكثر تحقيق يظل 45 يوم زين وينحال محكمة ويتبلغون أهله. زين، اشو هسه 4 سنوات وعشر سنوات يعني يا ابو طه احنا دائما نقول انه اللي فات النظام السابق يعني نظام فيه سلبيات ونظام يراه الكثيرون او تراه هذه السلطه وتقول عنه طبعا انه النظام دكتاتوري قمعي. طيب ماشي، نظام دكتاتوري قمعي دخل العراق بمشاكل ومشاكل هي اللي وصلتنا لهذا الشيء، لكن احنا نقول انه ذول اللي اجوي وعدوا العراقيين بالحياه المزدهره، بالامن والامان، بالاستقرار. ليش وصل بينا الحال الى هذا المستوى؟ وين وعودهم اللي طوها؟ وين الامان؟ العراق الان بالمراتب المتاخره، يعني فرق مرتبتين فقط عن الاخير في مستوى الامن والاستقرار. ليش وصل الحال بالعراق الى هذا المستوى؟ وصل الحال هم نفس السياسيين اللي اجونا بعد 2003 هم. نعم. وصلوا العراق لهذا الحال. نعم. بسرقاتهم الاحزاب مالتهم. نعم. الميليشيات هجروا العالم، قتلوا العالم. زين. نعم. النظام السابق يقول لك اني كثير مكهرب لا توصلني ما وصلك. طيب سيد أبو طه، وضحت الفكرة. أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا سعد من بابل، تفضل يا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذي ريدك توصل صوتنا لمصطفى الكاظم رئيس الوزراء. تفضل. صارنا من الـ14 مهجرين من جرف الصخر. جرف الصخر؟ جرف الصخر تحررت بالـ14. نعم. صارنا 7 سنين. نعم.
يرجعوا لنا البيعه لنا حتى الضخيم نقعد. نعم. زين؟ يعني بيعنا واملاكنا كلها راحت. هسه ما نريد عمي لا املاك ولا كل شيء، نريد بس ننصب خيمه ونقعد ببيعنا. طيب سيد سعد، لما تريدون ترجعون، لما تحاولون ترجعون الى جرف الصخر، شنو اللي يوقف هسه بوجهكم؟ وشنو الشغلات اللي تصير لتمنعكم؟ شغلات جرف الصخر محرره من ال 14. طيب. زين؟ طيب. وما جاي يرجعون عليها، كل شيء ما بيها هسه جرف الصخر. هسه الموجود بجرف الصخر ميليشيا حزب الله، ولغايه هذه اللحظه ما بقى طفل بالعراق ما يعرف انه جرف الصخر مسيطر عليها ميليشيا حزب الله، والحكومه بدها تتفرج. يعني ايش وقت حترجعون؟ وشلون حتتعامل الحكومه ويا الميليشيات؟ والله احنا ناجي السيد وزير رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشوف لنا صوره حل. طيب. ما عندنا غير الله وهو. طيب. نعم يا سعد. سعد انا اشكرك من بابل. يعذر كل إنسان يعيش في العراق يتمسك بقشة حتى تنقذه من المأساة اللي هو بها. المناشدة إن شاء الله توصل، نتمنى أنه هذا المنبر يكون مكان لإيصال أصوات الناس المظلومين لكل العراقيين. بس السؤال، هل مصطفى الكاظمي جاد في إنهاء معاناة العراقيين؟ هل هو قادر على إنهاء معاناة العراقيين؟ هل لديه القدرة التعامل مع الميليشيات؟ ملف جرف الصخر، لم يبقى عراقي لا يعلم ما الذي يحدث في جرف الصخر، وكيف تسيطر ميليشيا حزب الله العراق على جرف الصخر وتمنع عودة الناس إليها، وتستغل المدينة لزراعة المخدرات وللتجارة بالسلاح وللتخزين وغيرها من هذه الأمور، والدولة يستحيل أن لا تعلم، والكاظمي كان رئيس جهاز مخابرات. متى سيتحرك مصطفى الكاظمي؟ هل هو الشخص المناسب حتى آني أناشده؟ هذا السؤال يطرح للمشاهدين الكرام. سيد وليد من الفلوجة تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ. الله يسلمك. احنا اتصلنا عدة مرات للبرنامج واحنا أهل ضحايا وشهداء الأنبار. نعم. وقفوا معاملاتنا 4580 معاملة. نعم. في حجج واهية ورواتبنا صار 5 أشهر 6 أشهر واقفة وما نعرف شنو مصيرنا. نعم. هم برقبتنا على الواهي. إيجار، مولدات، مصرف، شغل ماكو، عطالة بطالة وقاعدين. نعم. واستحقاق. احنا نريد نوصل صوتنا عبر هناك. فاحنا نطالب بحقوقنا. نعم. اي نعم. نعم. أنا أتمنى صوتك يوصل يا وليد وأشكرك للمشاركة. جميل من الكوت تفضل يا جميل. نعم نعم نعم، حياك الله استاذ. الله يسعدك استاذ. الله يسلمك، حياك. اولا نشكركم ونشكر قناتكم ونشكر هذا البرنامج اللي هو يوصل صوت الحر. الله يسلمك. او نشكر الاخوه القائمين على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. أنا من المتابعين إلى عدة قنوات. نعم. منها الموالية ومنها المناوئة، يعني أشكال القنوات. نعم. أكو برامج دائما يستضيفون يسمون أرواحهم محللين. طيب. هذا يحكي وقال لك إخراج القوات الأمريكية من العراق. طيب. وقالت القوات الأمريكية ومحتلة العراق. أنا من خلال هذا المنبر، هذا الإنسان البسيط. نعم. أريد أسأل دول المحترقين النار عن من جت القوات الأمريكية من هناك. إي. وين كانوا؟ أحسبون أرواحهم فصايم مقاومة. نعم. نعم. أنا أريد أسأل هذا المواطن البسيط. نعم. وين كانوا من جت القوات الأمريكية؟ جورج واش اللعين. مو حفلة الشهور هو يطبل ويزمر ويحضر وحشد 35 دولة مدري 36 دولة. زين شلون هم بشارع وطبوا غير شارع؟ وين كانوا؟ شلون تلقوهم بالورود؟ ايش معنى كانوا يسوون مفتح في بعض المحافظات؟ طيب. او دواوين عليها مالك وعني يدعون نفسهم عراوين
وفلان شمال اجرح بعض العراقيين لشرفاء. نعم. هسه صارت امريكا بيها كخجلك الله. نعم. انا اسال من خلال من بركر هذين اللي يسمون نفسهم المقاومه الاسلاميه. نعم. وين كانوا منطقه امريكا؟ نعم. نعم. هذا سؤالي انا الحارق قلبه هو هذا. وانا اشكرك. شكرا جزيلا لك يا سيد جميل. نعم. أنا أشكرك أيضا للمشاركة، وسؤال منطقي جدا وسؤال مهم للغاية. في عام 2005 كإجابة سريعة على السيد جميل، في عام 2005 زعيم الميليشيات في العراق والأب الروحي لهذه الميليشيات ومؤسس أغلب الميليشيات الموجودة في العراق وفرق الموت مقتدى الصدر، في لقاء تلفزيوني في عام 2005 سئل عن تواجد القوات الأمريكية في العراق وأجاب نصا بأنه لا يمانع ولا يعترض على وجود القوات الأمريكية في العراق وليست لديه أي مشكلة مع الوجود الأمريكي في العراق. من الذي تربى على هذه الأفكار؟ تربى عليه قيس الخزعلي وأوس الخفاجي وأكرم الكعبي وكل هذه الوجوه. وقالها أبو مهدي المهندس الذي اغتاله الطيران الأمريكي مع قاسم سليماني في وقت سابق أثناء العمليات العسكرية، بأنهم عندما كانوا يواجهون مشكلة في العبور إلى منطقة يتصلون بالجماعة اللي هو الطيران بقيادة التحالف الدولي طبعا بقيادة الولايات المتحدة يعني إخلاء المكان بالنسبة لهم حتى يقدرون يعبرون. هذا كان كلام المهندس. وطبعا الوجود الأمريكي في العراق هو وجود ليس وليد اللحظة، هو الغزو أصلا، هو أساس الخراب. فأيضا السؤال منطقي من السيد جميل، أين كان هؤلاء عندما دخل الأمريكيون إلى العراق ودمروا البلد؟ لماذا الآن خرجت هذه الأصوات؟ لماذا الآن هناك من يطالب بخروج القوات الأمريكية؟ أين الجهات التي أفتت بعدم مقاومة الاحتلال؟ أين هي الآن؟ لماذا هي صامتة؟ طيب الجهات التي أفتت بعدم مقاومة الاحتلال لماذا لا تخرج لتفتي بتجريم ما يحدث في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان، من قمع من الميليشيات للبشر الموجودين، من عمليات اعتقال وإخفاء؟ كل هذه أمور تحدث في العراق بوجود هؤلاء الذين يسمون الآن كما قال السيد جميل يسمون نفسهم المقاومة الإسلامية. السيد أبو محمد من الموصل، تفضل يا أبو محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شكرا للقناة وشكرا لحضرتك على هذا البرنامج. الله يسلمك. تفضل. احنا من سنجار بالاصل. نعم. وصار لنا 4 سنوات سنجار محرره. نعم. ولحد الان 90% من اهل سنجار الداخل القصبه ما استطاعوا العوده. نعم. والسبب، وخلي كل الناس تسمع، رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ومراجع غيرهم، السبب وجود حزب العمال الكردستاني البككه. نعم. واشكال البككه واضلاع البككه. نعم. نعم. وجاي تطلع مظاهرات تحديدا، ومع الاسف اتكلم بهذا النفس الطائفي. نعم. يمنع عوده اهل السنه. يمنع عوده اهل السنه. نعم. واضيف عباره اوصلها للجهات الامنيه، البقك حفروا خنادق وانفاق في جبل سنجار وفي جبال الشلو وجبال تشلميره، كلها حولوها الى انفاق وخنادق. وداخل القضاء، داخل القضاء. نعم. منطقه السوق الفوقاني ممنوع دخول احد عليها الا البككه. نعم. زين. سيد أبو محمد، أنا أريد أسأل حضرتك سؤال. الدولة اللي تسمح بوجود العناصر الإرهابية، الإرهاب الحقيقي موجود بالعراق قبل ظهور داعش، الدولة اللي تسمح بوجود وبقاء هؤلاء، كيف، ماذا تسمى أولا؟ شنو اللي التوصيف اللي ممكن واحد يوصف به دولة تسمح بوجود عناصر إرهابية خارجة عن سيطرتها أولا، وثانيا تحمل السلاح ترهب العالم، تمنع عودة الناس إلى مناطقها بأهداف طائفية، أهداف لتغيير ديموغرافي، تغيير الهوية السكانية للمناطق، يعني هاي الدولة شنو الوصف المناسب إلها؟ والله أستاذ حقيقة يعني نتأمل خير بالسيد الكاظمي، نتأمل خير، نقول بكي وعسى ولعل، ولا إحنا 4 سنوات متحررين بالمخيمات. طيب انت حضرتك 4 سنوات متحرر وهو صار له 3 اشهر مستلم المنصب، ايش سوى بالثلاث اشهر؟ والله بعد ما سوى شيء. طيب يعني ايش قد يحتاج، كم 3 اشهر يحتاج حتى يسوي شيء؟ والله
والله استاذ اذا دوله قويه واذا حكومه قويه بخلال طيب. شهر طيب. يسوون شيء. كلام سليم وممتاز. شنو مبدأ أو شنو مفهوم الدولة القوية يا سيد أبو محمد؟ إذا عندك علم يعني بشيء مبسط. استاذ تنظيم اليابشة من اليابقة يأخذ رواتب البغداد. تنظيم اليابشة اللي هم جزء من البككة طيب. يأخذ رواتبهم من بغداد. طيب. أكثر من 1500 شخص. طيب أنا أقول لك شغلة يا سيد أبو محمد. حضرتك دا تقول حتى يحقق وحتى يغير لازم يكون دولة قوية تقدر تغير بشهر. مفاهيم أو مبادئ الدولة القوية هو النظام الأمني القوي ونظام قضائي عادل وكذلك يعني نظام تعليم بالعراق هي أسس أو نظام تعليم بالعام هي أسس أو مقومات أي دولة. على أساسها يكون هناك الأمان، يكون هناك السيطرة على المناطق المفقود السيطرة عليها، يكون هناك إعادة الناس إلى مناطقهم، إعطاء الحقوق لأصحابها. هذه العناصر غير متوفرة في العراق. فموضوع أنه أنت حضرتك تتأمل خير بالكاظمي، يعني الجميع يتأمل خير بالجميع، لكن هل لديه القدرة؟ هل لديه الأدوات؟ هل هو قادر؟ هل حقق شيء من الوعود التي وعد بها العراقيين؟ هذه أسئلة. أنا أشكرك. ختام من بغداد. ختام فقدنا السيد أبو فيصل من السعودية. أبو فيصل تفضل. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو فيصل. أنا وكادر الطيب. يا هلا بك. الله يسلمك. أستاذ بالنسبة للمخطوفين وهذه لا وأنا أستغرب من بعض العراقيين يأتون الكاظمي. نعم. الكاظم هو أصل من الجعفري مرور بالكاظم، هم نفسه أستاذ محمد لا يستغربون شيء، وليس ما عنده القدرة وإنما عنده النية، ما هي عنده أصل موجود، هو عميل يعني لا ينتهي. بالنسبة للكاظم لا أحد يعول عليه مع الأسف، يعني الكاظم فهو أنقص من اللي قدامه، نفس العمالة نفس الخيانة، يعني لن ينفع العراق بشيء، لابد من إسقاط هذا النظام. معاناة الشعب العراقي لن تنتهي ولو تعطونه فرصة 10 سنوات. الكاظم هو معروف، لكن احنا نلوم على ما يسمى بالجيش وما يسمى بالأمن، يعني خل ما عندهم وطنية، خل ما عندهم يعني غير على وطنهم على شعبهم، لكن آخر شيء رواتبهم راح يسقطها هذا الكاظم، يسرقها راح يسفيهم كلهم، هذا خاين. فتحية لك أستاذ. شكرا جزيلا سيد أبو فيصل من السعودية. ويانا حيدر من بغداد، تفضل يا حيدر. حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. احنا جايين نشوف هاي القناة يعني اللي تنقل شيء صح، والله يرفع عنك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يخليك. ها عمي اللي يحشون يقولون صدام السير يعني مو زين كان. طيب. حياك الله. يقولون صدام السير كان مو زين. عمي صدام السير ما سوى هيك. طيب احنا نقول احنا نرجع ونقول انه اللي يقولون هم اللي موجودين بالسلطه يقولون انه احنا انقذناكم من نظام دمركم. طيب كلام سليم. ايش حققتوا انتم وايش قدمتوا للعراقيين؟ طيب انتم طلعتوهم انقذتوهم من نظام كان كابس على انفاسهم، كان نظام مدخلهم بمشاكل بحصار. طيب انتم ايش قدمتوا؟ وجدتكم مليارات والعالم وقفوا وياكم والدول كلها ساعدتكم، ايش قدمتوا للعراقيين؟ والله العظيم كل شيء ما قدمه. الله يشهد. بس الظلم والظلام صار شيء تغيير كل شيء ما وراهم. نعم. يعني ظلم وظلم وظلم. الله شاهد. شوف الظلم هذا اللي هسه السجناء، شنو ذنب هاي العالم؟ شنو هالظلم عند عوائل وعند ظلم؟ يعني شنو ذنب؟ نعم. صدام حسين ما سوى هيك. عمي حكام الشيعة ذبحونه ذبح بهذلونه، ما جاي ينصفون. شنو ذنب هالعالم هاي؟ شنو هالذنب؟ الله وكيلك تبهذلنا يا خالد، تبهذلنا من وراء الحكام هاي البكر، وبعد 500 سنة ما يصير العراق براس أحد. 500 سنة. نعم. إلى ما يقوم واحد عراقي شريف من العراقيين ينهض نفسه، مستحيل يصير العراق بحق، مع احترامات للطيبين. نعم. هل تعتقد يا حيدر، هل تعتقد أنه مصطفى الكاظمي هو العراقي الشريف اللي الناس دا تنتظره؟ والله العظيم هاي أبد، يعني قلت له احنا هذول اللي بالبداية. نعم. كل شيء ما يسوون للعراق، الله وكيلك عميل لإيران وغير إيران. مواني دا أسأل هذا السؤال بصراحة، لأن أكو ناس تقول نتأمل خير بالسيد الكاظمي، الناشد السيد الكاظمي أنه يفرج عنا الأزمة، وكأنه الكاظمي إجا هسه من الولايات المتحدة أو إجا برا العراق كان عايش وإجا دخل، مو كان لازم جهاز المخابرات
مو الجهاز الأمني المخابراتي بيده واللي مفروض يعرف كل شاردة واردة تصير بالعراق؟ هل يعقل أنه أكو ناس بعدها تقول أو تتأمل خير بشخص جابت الأحزاب اللي دمرت البلد؟ والله العظيم كل شيء ما يتم. أنا هذا ما وراء عمل يعني متأكد 100%. نعم نعم. وما وراء كل شيء أبد. حالة حال بغية قلت لك أنا. نعم. ما وراء كل شيء أبد والحال يتأملون. وهاي المظاهرات إن شاء الله تاجي كورونا وهاي كلها كلاوات كلاوات. مش مدول الشعب. الشعب هو محترمات لك يعني. ما يعني يكون قصة صحيحة لا كورونا ولا مرض لا حد ما ينهى الحكام هاي اللي بهدلت الشعب هذا. نعم. هي موتة لو موتين بهالبلد هذا. هي موتة وحدة. نعم. يعني إحنا جان موت ألف موتة باليوم هذا. هذه موتة جان تبهدلنا وانتهينا بعد. عوائلنا راحت. الدنيا راحت. هاي العالم. هجمت بيوتها على وحرروها وحرروها وين الحرارة هي كم بيوتها وبروتها لها يعني إيش خليت بيها ويقول لها حررتهم يعني أنت جا تطلق سلاح على هالعالم هاي الأبرياء وعلى هالجسم وتعتقل بيهم على داعش وغير داعش يا داعش داعش هو خلق هاي الحكومة تجند وتشمر على العالم على داعش داعش وهجمت بيوت العالم هاي الأبرياء احنا ما رجعش بطائفية ولا رجعش بأي شيء بس ناس أبرياء هذول السنة شنو ذنبهم يعني تبهدل في العالم الله شاهد ونشكركم على هاي القناة. أشكرك يا سيد حيدر شكرا جزيلا للمشاركة و معنا الآن السيد حمزة من صلاح الدين تفضل يا حمزة. وعليكم السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. أستاذ العزيز أنا من دجن صلاح الدين. نعم. من 2015 عدت سجناء وندر بهم حتى الآن ما هو. من 2015. وإحنا بالنسبة واقفين. يعني من ضمن التاثر ماكو ها وجم بيوتنا وشغلونا ما ندري بيهم شنو ماشيين والسيارات اشكال والوان طيب. اللي اللبس اللي لابسينا كل واحد لابس شكل ما تعرف ايراني عراقي ما تعرف كيف ما تعرف زين طيب. من 2015 لحد هذا اليوم ما شفت شيء من عندهم وما خلينا ما خلينا واحد ما احنا عليه ما كل شيء ماكو طيب هو يعني هو بس بس حتى اسمعك يا حمزه منو بالضبط اللي اخذ إيه اللي اخذ اخوك هو اخوك اللي معتقل اي اخوتي طيب. اخوتي اثنين ولد عمي سته وما ارجع اللي ثلاثة وعشرين واحد يعني من قرايب اللي حاني 23 واحد 23 واحد منو اللي اخذهم بالضبط من هي الجهه ما تعرف الشارع العزيز تعرف شنو مشكله جيش واشكال تعرف شنو يعني قاعدين في السيارات كل سياره شكل انت بس كل واحد بشكل انا يعني سمعت انا سمعت ولو الصوت يقطع شويه بس انا سمعت من كلامك اكو ايرانيين ضمن هذه القوات ما تعرف ايه حتى ما يفهم صيني وايراني وعراق واشكال صح تعرف كل شيء يعني شنو استعلوا نضل احنا ننتظر رحم الوالدين نعم يعني هاي عوائلهم شنو ذنبها يعني هاي رحم الوالدين يعني الله عليك من شرفك بيت واحد ست نفرات ماخذين وما تعرفهم وين نعم ست نفرات ما ضل غير بس النسوان والعجائز والشايب يعني شو سوى رحم الوالدين نعم الله يكون بعونكم يا حمزه يعني وين نضل نعم تفضل والله بخير نتامل ما ادري يا استاذي بس نتامل نقول من راح يجينا كل ما يجينا واحد كل ما يجينا واحد يطلع بطل رفيجة وما عرفت ايش هذا الشعب المسكين جابوا لنا ما شاء الله وهم خذوا لهم هفه بها وروح وعلى رنا يوم هي شغله واحده جديده يوم هي شغله جديده وما نفهم كل شيء ما نفهم الله يكون بعونكم يا حمزه انا اشكرك شكرا جزيلا حمزه من صلاح الدين طبعا اللي يتكلمون عن السياده اللي موجودين ببغداد يتكلمون عن السياده السيادة مخترقة منذ الاحتلال وجود القوات الأمريكية بحد ذاته هو اختراق للسيادة يعني اللي يصير بالعراق هو كارثة حقيقة قوات إيرانية وعناصر من قوات أجنبية غريبة ما معروفة من وين ميليشيات دمج موجودين يعتقلون الناس يخطفون الناس بدون أوامر قضائية بالسلاح قوات سلاح ولذلك لما قال وائل عبد اللطيف القاضي انه العراق يعيش في قانون غاب نعم البقاء للاقوى ليحمل السلاح لانه لا قانون يحكم بالعدل لا حكومه قادره على السيطره على السلاح المنفلت الموجود بالعكس ربما هذه هي رغبتها ان يبقى السلاح منفلت والميليشيات تصول وتجول في العراق بل بالعكس ايضا هناك رغبه بوجود الايرانيين في العراق بوجود من يسمون بالأصدقاء الدولة الإيرانية الشقيقة كما يسموها في الحكومة هذه الدولة التي تنتفض
عاليا صيف وغير عاليا صيف، حنان الفتلاوي تنتفض عندما تم ذكر إيران برا برا في التظاهرات. قالت ليش تقولون إيران برا برا؟ معيب عليكم، أنتم خونة مندسين. اتهمت العراقيين الذين خرجوا بالتظاهر بأنهم خلايا نائمة للإرهاب ومندسين. إذن من يحكم العراق يسير وفق هذه العقلية، إذا كانت هناك اعتداءات لا تقنعهم يختلفون مع توجهاتها، ينتقدون يهجبون ويستنكرون. لكن إيران كما قال الأمين العام للجامعة العربية يقول بأن العراق في كل قمة عربية عندما نكون نتحدث عن قضية للخروج بقرار ضد إيران يكون العراق هو الوحيد المعترض على هذا الموضوع، المعترض على أذية إيران. وما الذي قدمته إيران للعراق غير الميليشيات التي تعذب في السجون والمعتقلات والتي تقوم بعملية خطف وإخفاء للعراقيين في وضح النهار؟ السيدة أم يونس من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخويا معتقل من 2015. 15؟ أي نعم. شهر 10؟ نعم. 12 ولحد الآن إحنا مكان ما دورنا له ماكو. الجهة أخذتها الأمن الوطني. الأمن الوطني نعم. أي. ايه واخذوه يعني اخويا وين ما نعم ما خلينا مكان ما دورنا له يابا خذتوه. طيب الحاسبات بس. الحاسبات الارشيف الكذا سجلات كل اللي تدورناها يقولوا لنا ما موجود، روح السريات يقولون موجود اسمه بس ما. طيب انت اذا تقولين يا سيده ام يونس انه الامن الوطني هو اللي اخذهم، لما راجعتوا الامن أي. الوطني شو يقولوا لكم؟ يقول احنا سلمناه بعد ما جينا. لمن سلموه؟ ما يقول سلمناه للجيش، الجيش يقول احنا ما لنا شغله. نعم نعم. كل من يدبنا لجهه ما خلينا يعني يا اخو حاسبه رحنا عليها فريناها فر من كل من يعني. طيب حتى شو اسمه الاخذه اسمه مشتاق. يعني تعرفون الشخص اللي اخذه؟ ايه اخذناه. طيب شنو التهمه؟ شنو التهمه يا ام يونس اللي ناخذ عليها واعتقل ابنكم؟ والله يا اخي ماكو اي شيء، يا رب احنا نقول لا مثلا متهون كاتب مسجر اي شيء يقولوا لنا مثلا اخذت بس مخبر سر. مخبر سر يعني يعني تعتقدين تعتقدين عنده مشاكل ويا احد مثلا عنده مشكله؟ لا والله والله مو هذاك اللي شات نصر. نعم يعني ما عنده حتى بالتهجير اجى يمنا هنا بالاستاذي ومن ثم وش اسمه رجع وش اسمه الجيش هم سووا رجعوا لهم تاب ورجعوا للمنطقه مالته. نعم ام يونس. أيوة. يعني يعني بس اريد اخوي وين صد. حتى ما يطال خلي ما في جيوش اخوك. نعم. بس اريده وين؟ نعم. هو بس الوحيد اللي نعم. الله يكون بعونك يا ام يونس والله يصبركم ان شاء الله، وانا اشكرك للاتصال. نتمنى هاي الاصوات توصل مو للعراق مو للداخل، لا توصل للعالم حتى يسمع المأساة، يسمع حجم الكارثة الحقيقية الموجودة. عوائل كل الرجال اللي بيها تؤخذ، لما حمزة من صلاح الدين يتكلم عن ستة أفراد ستة رجال من عائلة واحدة يتم اعتقالهم في يوم واحد بدون سبب بدون مذكرات قضائية، بل الجهة التي اعتقلتهم هي جهة خليط من إيرانيين وميليشيات وحكومة، وما نعرف هو يقول ما نعرف من هي الجهة اللي أخذتهم. والسيدة أم يونس أيضا كارثة لما تكون أكو جهة معروفة تأخذ الشخص وتراجع تقول إحنا اعطيناه لفلان، فلان يقول إحنا ما لنا علاقة اعطيناه لفلان، وهكذا تظل هاي الدوامة. والكارثة الأكبر أنهم غير مقيدين بالسجلات اللي يسموها الحاسبة اللي هو الجهاز الكمبيوتر في سيستم الأمني في العراق، غير مقيدين. طيب ما مصير هؤلاء؟ متى ستتحرك الدولة لمعرفة مصير هؤلاء؟ ختام من بغداد تفضلي، أو تفضل ما أعرف ختام. ألو تفضلي ختام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصراحة أنا كلش بعيد عن السياسة. شلون؟ مر بس حد ختام مدى أسمع شيء صوت دي يتقطع. وأشكرك لأنه قناة محترمة وأهلي كلهم الله يسلمك. ألو تفضلي ختام الصوت ده يقطع تفضلي.
اي نعم لانه على الانترنت. طيب ممكن تعيدين الكلام لان ما فهمت والله. غاير. ختام؟ انا ما فهمت شيء بصراحه من الكلام يعني يا سيده ختام. اي نعم صحيح قلت لك انا بعيده عن السياسه بس حبيت اسلم عليك وقلت لك انه احنا يعني كلش نحب هاي القناه محترمه وبس. الله يسلمك الله يسلمك. شكرا جزيلا يا ختام. يعني هذا شعور طيب وحقيقة نشكر جميع المشاركين نشكر جميع المشاهدين اللي يتابعونا. يعني احنا الحمد لله الحمد لله نقدم ما باستطاعتنا ونحاول قدر المستطاع ألا نحيد عن الأصول الإعلامية الحقيقة الصراحة مع المشاهدين الكرام. ويعني العراق مليء بالقنوات التي تحرف وتزيف لكن لا يعني لا حاجة لهذا الشيء. فأصبح أصغر شخص بالعراق مع الاحترام لجميع الفئات العمرية يعلم ما الذي يحدث ولا يحتاج إلى قناة يعني تجمل أو تجمل الكوارث. يعني الموضوع مكشوف ومعروف للجميع. نتمنى إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. وصلنا طبعا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام. قبل الختام ننوه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 1072 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر 1072 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.